محمد الخماسي معهد الإعلام. في الحقيقة لدي رأي وسؤال. بالبداية أنا فكرتي قريبة ممكن من فكرة الزميلة ليلى، أنه إلى متى نحن سنبقى نتحدث فقط عن النتائج والكيفية التي تشكلت بها هذه الظاهرة ونتجاهل الحديث عن لماذا؟ لماذا تشكلت هذه الظاهرة من الأساس؟ وهل نحن جديين فعليا بمكافحة الإرهاب من ناحية الأسباب المؤدية له ولتشكله؟ شكرا. فيما يتعلق بما ذكرته ليلى، نتحدث إذن عن الفكر، أهمية التوعية والتصدي للفكر المتطرف، وموضوع أيضا عدم استغلال المنابر الدينية واستغلال، يعني كما قال الشاب السعودي بأنه هذا ليس ما يقوله القرآن الكريم. نعم. في البداية لابد أن أشير لأنه لا يمكن معالجة أو تفسير ظاهرة التطرف في المنطقة العربية والإسلامية في قطر واحد أو في دولة واحدة بعيداً عن الدول الأخرى والمجتمعات الأخرى.